من الطبيعي كيكونوا أوقات اللي كنوقفوا فيهم أو لنقدوا نرجعوا باللور. خاصك تعرف بأن الحياة فيها تحديات وكنعيشوا غير مرة واحدة، يعني خاصك توصل لأي حاجة باغيها. كيكونوا بزاف ديال المشاكل وكيكونوا بزاف ديال العقبات وكيكونوا بزاف ديال الناس اللي كنتلاقاو بهم وما يمكنش لهم يمشيو، يعني كيبقاو في حياتنا. دونك خصك تعلم راسك الصبر والتحدي في نفس الوقت. عمرك تنجحي، عمرك توصلي. شنو هو مستواك؟ شنو قلتي لينا؟ حلمي على قدك. شكون تكوني؟ وعمرك توصلي. الزوج ديالي عنده فضل كبير في النجاح ديالي وفي اي حاجه كنوصل ليها. كنتبع الخطوات اللي كيرسم ليا، كنحترم الراي ديالو في اي حاجه، كنحس معاه بالامان وكيعطيني الثقه في النفس. هو السند الوحيد ديالي الى الابد. النجاح كتكون كلها حفاري، وفي كل حفرة كتكون قدامي كنبتسم. حين كنسمع الدعاء ديال الأم ديالي، كما كتعرفوا طبعا الدعاء ديال الأم كيبعد علينا الابتلاء وكل أذى أو الشر كيلحق بينا. دعاء الأم عنده واحد الدور كبير، وهو السر اللي كيحل لنا جميع المشاكل وكينجينا في طريقنا. الله يحفظ لنا والدينا. الحاجة اللي غنبغي نوصيكم عليها ولي هي الصداقة. أي عندها واحد التأثير اللي هو عجيب، كتدفع علينا البلاء. وصاحب الصداقة ما كيموتش موتة السوء أو لا موتة الغفلة، وكل حاجة عطيتها في الصداقة كتكون مخلوفة. تصدقوا ربي غيحميكم من كل شر. اللهم صل
المزيان واللي تيدير الخير وتيعامل الناس عما ربي ما يخيبه. الحمد لله هادشي من فضل الله. فرحة الوصول والنجاح كتكون مع الحباب ومع الصحاب. صراحة كنت من ندير احتفال كبير في حال ديال المليون، ما كتابش، ولكن إن شاء الله لعقبال 3 مليون وندير احتفال مع الناس ديالي اللي كيحماقوا عليا وكان موت عليهم. انتوما السبب ديال أي حاجة وصلت لها، بالدعم ديالكم، بالتشجيعات ديالكم، بالدعاء ديالكم. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا تاج فوق راسي. من هاد الفيديو هذا كنبغي نقول لكم بان الانسان غيوصل وغتوصل. كون قوي وتحدى الناس اللي قالوا عليك عمرك ما غتوصل. كون شجاع، الحياة قصيرة، هذه هي الفرصة ديالك باش انك تطور من راسك وتنوض تقاتل على الهدف ديالك، وكن متأكد غتوصل. تهلا فريص. ألف مبروك جوج المليون ديال المتابعين الحقيقيين في اليوتيوب اللي ساندوك وكيساندوك وشجعوك وكيشجعوك، ومازال ان شاء الله يا ربي طريق طويله، ومازال ان شاء الله يشجعوك ويساندوك لعقبال 100 مليون ولعقبال الدرع الماسي. حيت فريمون ما كتستهلك غير كل خير، كتستهلك كل ما هو زوين، حيت انت قلبك زوين وطيب وكتبغي الخير لكاع الناس. ان شاء الله يا ربي من نجاح لنجاح، حيت ما كيواتيك غير النجاح. بنت خالتك كتبغيك. مبروك عليك اختي اسماء، 2 مليون متابع على القناه ديالك. مهم هذا الرقم صعيب باش يوصل ليه الانسان، خصوصا اللي داخل المجال ديال اليوتيوب كيعرف انه رقم صعيب. ما شاء الله وصلتي ليه بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الناس وفضل المجهود ديالكم، وان شاء الله ان شاء الله مزيد من التفوق والنجاح. والله كيف فرحانه لك من القلب، ونصيفط لك الرساله هذه من القلب، وان شاء الله ان شاء الله مزيد من النجاح من القدام. تستاهلي انه تسمع ليك الخميسيه ديالنا وبنت الخميسات، لانه كيف كيقولوا رفعتي لنا بالضرب ديال الخميسات وطلعتي به. تبارك الله ما شاء الله عليك، 2 مليون وبنت الخميسات هي اللي ديرها وبمحتوى اللي نقي. ألف ألف مبروك عليك أسماء حبيبة. أسماء حبيبة ديالي مبروك عليك 2 مليون متابع حقيقيين، تستاهلي كل خير، وفرحت لك بزاف 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 حيتاش خدمتي عليها ودمرتي عليها، ما جيتيش وصلتي لها ديريكت. الحمد لله ربي كبير، كتبغي الخير للناس وكتعاونيهم، ربي مازال غادي يعطيك، وعلى نيتكم ترزقون وتستاهلي لعقبال 100 مليون. علاش لا، بوسه ليك كبيره مرجانة. وبغيت نبارك الصديقة ديالي أسماء لوصولها 2 مليون على اليوتيوب، هذا دليل على الاجتهاد ديالها وعلى حب الناس ليها. ألف مبروك حبيبتي وتستاهلي ما أكثر، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. كنتمنى لك من كل قلبي التوفيق، صديقتك سناء شيك شوب. عليكم أختي أسماء، كي دايره لاباس عليك؟ يلا شفت ستوري دغيا صورت هذا الفيديو معك إكرام من قناة الطبخ والبيت مع إكرام، معك متتبعة وفية من ثالث فيديو ليك لحد الآن 607 فيديو من المشتركين الأوائل الآن 2 مليون، تستاهلي كتر وكتر. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك، تستاهلي، انت قدوة ليا في كل شيء في كل شيء في كل شيء. تستاهلي هذا الشيء اللي وصلتي ليه بالجد وبالروح ديالك الزوينة وبالقلب الكبير والخير اللي تديري. تستاهلي أختي، تستاهلي إن شاء الله 10 المليون، ونكونوا معك ونحتفلوا معك وديري لنا شي احتفال كبير. الله يوفقك على خير.
خير، الله يعطيك وقفة سهلة ويعطيك كل ما تمني، ويحفظ لك سلمى ومالك، ويحفظ لك الزوج ديالك والأم ديالك وعائلتك كاملة. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك ألف مرة، وتهلاي في راسك. سلام خالتي أسماء، كي دايرة؟ لاباس عليك؟ كي دايرة؟ بخير. كي دايرة سلمى ومالك؟ لاباس عليهم. رمضان مبارك سعيد، تكون فرحانة إن شاء الله باش ما تمنيتي. مبروك عليك 2 مليون أبوني، إن شاء الله 10 مليون أبوني، وما بين دوك 2 مليون راه حنا اللي كنتبعوك، مسيرة موفقة وكنبغيوك بزاف. سلمي على مالك وسلمى. سلام خالتي أسماء، كي دايرة؟ لاباس عليك؟ أنا من المتابعين ديالك، كنبغيوك بزاف. كوكو أسماء حبيبة ديالي، أولا كنوجه لك تحية كبيرة ليك والمتتبعين ديالك. أنا هنا درت لك هاد الفيديو باش نقول لك ألف مبروك على 2 مليون متتبع في اليوتيوب. صراحة رقم اللي يحترم ورقم اللي تستحقي أنني نفرح معك اليوم عليه. جوج المليون واحد الخلاصة ديال واحد العمل اللي هو مدة ديالو طويلة. أسماء بالعفوية ديالك قدرتي أنك توصلي القلوب المغاربة كاملين، بالطيبوبة ديالك وبالبساطة ديالك قدرتي أنك تكتسحي قلوب الدول العربية ككل. دخلتي لكل دار، كل أسرة، كل بنت لمستيها، بزاف ديال لي فام وبزاف ديال البنات اللي كنتي ليهم قدوة، وأنك قدرتي تخليهم يخرجوا من داك الضغط ديالهم ومن داك الخوف ديالهم ومن داك أنا ما نقدر ندير والو، أنا ما عندي ما ندير، أنا نو. بينتي ليهم بزاف الحوايج وجريتي من وراك واحد الكمية هائلة من الفتيات ومن النساء المغربيات. دونك أنت مثال للمرأة المغربية اللي تبارك الله عليها، كتشرف بالبلاد ديالنا. عقبالي ربي نفرح معك، لا أنا ولا كاع المغاربة اللي عزيزة عليهم أسماء، بعشرة المليون، بعشرين، ثلاثين، واي نوت مية، باسكو فريمون فريمون تستاهلي. حاجة أخرى، الله يفك وحيلك حبيبة ديالي على خير، وإن شاء الله يا ربي نتسناو البيبي جديد ونفرحوا معك. سي فري كورونا منعتنا من اننا نفرحوا معاك بجوج المليون ونديروا لك شي حفله زوينه، ولكن هذا لا يعني اننا ننساوك. طبعا نتفكروا حبيبه ديالي بفيديو زوين ونقول فيك كلام وشهاده حق، كنبغيك بزاف. و اي لاف ات وين يو كول مي سينوريتا، فريمون كتخرج منها سينوريتا كتحمق. كنبوسك بوسه كبيره ليك والبنيتات ديالك والوالده ديالك والعائله كامله وكاع الناس اللي كيتابعونا وكيشوفونا دابا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أسماء، شرف كبير لي أنني نكون معك في هذه المناسبة الزوينة، المناسبة ديال المتابعين ديال كامل ديال قناة أسماء بيوتي. مبروك وألف مبروك وصول القناة بجوج المليون، وعقبال إن شاء الله 10 مليون والفوق. معك الأستاذة ليلى من إقليم أفريقيا، من المتابعين ديالك من زمان قبل الوصول للمليون. تحية المرأة المغربية، تحية المرأة المغربية المكافحة اللي تتعتز بالزوج ديالها، اللي تفتخر بالأسرة ديالها، اللي تفتخر بالهوية ديالها وبالانتماء ديالها، اللي الهم ديالها هي وليداتها والزوج ديالها والأسرة ديالها. شابو شابو عليك، وعقبال إن شاء الله وصول قناتك 10 مليون. وتبارك الله عليك أختي أسماء المناضلة المكافحة، شابو رغم السن ديالك أنك وصلتي وتمكنتي تحققي بزاف ديال الحوايج. شابو 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 شابو، تبارك الله عليك.